الخير لكل المشاهدين. اليوم نهار الجمعة 16 ديسمبر 2016، عالم صباح جديد وفقرات جديدة. يوم بنهار قصير مثل كل نهار جمعة لانتقالنا من بعدها لنكون مع صلاة الجمعة من مكة المكرمة. اليوم هيك بحس واحد بأجواء الميلاد، بأجواء لما بيسمع كل الوقت أغاني الميلاد وأغاني التلج وأغاني الأمطار، بحس حاله عن جد عايش بجو الميلاد، خاصة وأنه عم نقضي وقت كتير طويل بسياراتنا طبيعي. لأنه شو في دخلكم لما نكون قاعدين كتير بسياراتنا؟ في عجقة سير؟ لا عن جد عم تحكوا؟ ما معي خبر. على كل الأحوال كتير عم نسمع كمان كل الأغاني اللي كنا نغنيها نحن وصغار، يعني بس نسمع بيتي بابا نويل بنرجع بنحس حالنا صغرنا وعم نكتب رسالة لبابا نويل وقت اللي كنا بعدنا سكروا دينين أولادكم، لأنه كلنا مقتنعين إنه في بابا نويل مزبوط وكنا ننطر هدايا تبعوله. منقول دايما تذكروا انه العيد للولاد، عن جد الاعياد للولاد، ومش ضروري تكون الهديه كبيره ولا تكون هديه حتى لو صغيره انما تكون ثمينه. فعلا تذكروا انه الولد بينبسط بحيلا شيء، يمكن نضحك له، يمكن نبوسه، يمكن نعبطه، هذا الشيء لحاله بيبسط الولد. فكروا دايما بهذا الشيء، فكروا انه الابتسامه او شو ما اعطيتوه للولد هو بينبسط فيها. لهالسبب دايما ركزوا على الولاد، دايما حسسون باجواء الميلاد، دايما حسسون باجواء الاعياد، لانه هن فعلا بدهم يبدوا بهالموضوع، هن بالمقابل بيرجعوا بيردوا لنا التكريم اللي نحن اعطيناهم اياه من خلال هالهديه الصغيره حتى لو ما كانت كبيره. اليوم شيف عبد الله وانا رح اترافق معكم. صباح الخير شيف. صباح الخير لك غيدا ولجميع المشاهدين. اول شيء جمعه مباركه للجميع ان شاء الله. ثاني شيء ان شاء الله تكون هالاعياد حامله هيك هالقلوب الصافيه، هالتسامح وهالمشاركه. وانت قلت كثير شيء حلو للاولاد، معك حق. انا عندي اولاد هلا عم بيرجعوا بالمدرسه عم بيعلمون اغاني الميلاد، فبرجع انا عم بتذكر او برجع بعيش الطفوله معهم. وقد ما كبرنا وصار في شعر ابيض وكذا، هون ما في شعر بس هون في شعر ابيض، بنضلنا نقول كل واحد جواته في طفل، كل واحد بحب تجي هديه، تجي مفاجاه، اخبار حلوه، يسمع صوت حدا له زمان ما سامعه بفتره الاعياد. فدائما الهديه مثل ما بنقول برمزيتها مش بحجمها او بكبرها. صحيح. وكمان نحن عم نجرب نركز على هذا الموضوع خاصه من خلال اطلاق حمله بلشنا فيها من يومين لما كانت معنا عمه الطفل جوزيف، واكيد كنا عم نحكي عن هالموضوع قديش جوزيف عم بيعاني كثير من مرض نادر وللاسف حاليا موجود لحتى ينطر اموال حتى تقدر توصل هالاموال لحتى يقدر يعمل هالعمليه المكلفه جدا. 850,000 دولار بتكلف عمليه جوزيف لهالمرض النادر، وبنتمنى اكيد من خلال هالحمله اللي اطلقناها بعالم صباح نقدر نجمع ولو كميات او ولو عدد حتى قليل يمكن من التبرعات، بس قد ما بنقدر دائما بنقول انه حتى لو شو ما كانت، حتى لو واحد بقدرته يقدر يساهم بهالموضوع بحس حاله فعلا ساعد هالطفل اللي للاسف عم بيعاني بشكل كثير كبير من هالمرض. عم نحط هلا قدامكم الارقام اللي فيكم تشاركوا من خلالها، كمان رقم الحسابات اللي فيكم تحطوا فيها، كمان العنوان الاساسي لهالحمله هو هوب فور جوزي. ان شاء الله يا رب اكيد الله يشفي كل طفل، وايضا لما بتحسوا حالكم قادرين تساهموا بشفاء طفل هيدا الشيء بفرحكم كثير واكيد بيعملكم مردود لكم. واحد بيعطي بيرجع له دائما. نحن رح نتابع اكيد بهالحمله لنهايه هالشهر ان شاء الله، وبنتمنى نقدر نجمع اكبر عدد من الاموال باسرع وقت ممكن. رح نبدا عالم صباح مع كارمن والابراج. خير. اليوم الجمعة 16 ديسمبر، اليوم القمر مرافقنا من برج مائي برج السرطان لليوم الثاني على التوالي. الأبراج المائية هي الأفضل اليوم، عم نحكي عن السرطان، الحوت وأيضا العقرب. كيف رح بيكون نهارنا؟ منبلش مع برج الحمل. بالنسبة لك اليوم مولود برج الحمل هنالك بعض التعب، بعض المسؤوليات والهموم العائلية والشخصية، انتبه لصحتك، بعد عن المشاكل بقدر المستطاع. الأكثر تعبا 10 و11 نيسان أبريل. ننتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور اليوم في حركة، اليوم في قدرة للتعامل مع الأمور بمنطق بسرعة خاطر وبسرعة تصرف، هذا الشيء بخلي مولود برج الثور اليوم يكون من السباقين. 6-7-8 أيار مايو الأكثر حظا. ننتقل لبرج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء انتبه على مصروفك، انتبه على تعاملك مع الآخرين، يمكن تندم على بعض التصرف أو المصروف الإضافي، عمول حساباتك وفكر لبعيد. الأكثر تعبا 10-11 حزيران يونيو. بنكمل مع برج السرطان.
لانه القمر ببرجك اليوم مولود برج السرطان قادر انه اليوم ياخذ قرار. امبارح واليوم هن الضوء الاخضر لك، هن انطلاقه لصفحه جديده، لمرحله عنوانها كثير مهم، له علاقه بمهني، بشغلك، بمستقبلك، ويمكن يكون له علاقه بقرار صحي يعني لتحسين الوضع الصحي. الاوفر حظا مواليد 10 ل 12 تموز يوليو. بنكمل مع برج الاسد. بالنسبه لبرج الاسد هيدا نهار بطيء، هيدا نهار بيأخرك، هيدا نهار بيخذلك، فانتبه ما تعلق امال كبيره على حياتك اليوميه، يعني اذا عندك حجز انتبه اكد عليه لانه احتمال انه ما يكون موجود، انتبه على اغراضك اللي حطيتهم حدك، انتبه وين بتحط اغراضك معقول يضيعوا، انتبه من المحتالين، انتبه على كل شغله بتعملها اليوم. بشكل خاص بعده عن المشاكل مواليد 19 20 و21 اب اغسطس. بننتقل لبرج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء اليوم نهار مرتب، اليوم نهار حلو، اليوم نهار بيوفقك وبيساعدك وبيخليك تفرح وبيخلي الناس فعلا تزقف لك وبتشجعك، نهار داعم لإلك استفيد منه بقدر المستطاع. 9/10 أيلول سبتمبر الأوفر حظا. بننتقل لبرج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان هيدا نهار كتير مهم، هيدا نهار الكلمة اللي بتقولها، العمل اللي بتقدمه، الطل اللي انت بتطل فيها كتير مهمة، يعني شو بتترك انطباع عنك اليوم بيأثر على نتيجة اللقاء والاجتماع، فحاول تعطي أفضل ما عندك. الأكثر حظا 12-13 أكتوبر تشرين الأول. بنكمل مع برج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب تعتبر من الأبراج اليوم القوية جدا، تعتبر من الأبراج اللي قادرة تسيطر على الأمور أمورها طبعا، هذا النهار بيحمل لك فرصة لحتى تدرس إمكانيات واحتمالات بعيدة عنك، ما كنت بتحلم فيها من قبل أو كنت بتحلم فيها من قبل لكن صعبة التحقيق. اليوم نهار بيسمح لك إنك تحقق أحلامك. الأوفر حظا مواليد 30 و 31 أكتوبر. بننتقل لبرج القوس. بالنسبة لبرج القوس هيدا نهار لا بأس به، مع انه رح بيكون شوي تقني ناشف بالنسبة لك، بكره وبعد بكره بتكيف، اليوم اشتغل على الاصول وتابع الامور شخصيا. بيضلوا الاقل حظا 11 ل 13 ديسمبر. بنكمل مع برج الجدي. مولود برج الجدي هيدا نهار مثل امبارح صعب، فاشل، فارغ فلكيا. فيك تحط الحق على النجوم بنسبة الحظ، ما في حظ، هذا هو النهار يلي لازم تقعد فيه عائل بعد عن المشكل، إذا فتحت مشكل بتطلع أنت الخسران وبتندم. بتبقى المواليد الأقل حظا 6/7 كانون الثاني يناير. ننتقل لبرج الدلو. بالنسبة لبرج الدلو اليوم نهار في شغل والشغل رح بيلبكك شوي وبتحس إنه ما عم بتلحق، حتى ولو عم تركض تركض بتحس إنه في شيء ناقص، يلي ناقص اليوم هو تعاونك مع الآخرين لحتى يمشي نهارك بطريقة سلسة، بالرغم من هالشيء بضل في حظ عيد مولود 30 و31 كانون الثاني يناير. ننتقل لبرج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت نهار بيقدر يوصلك إلى قمة، بيقدر ينجحك، بيقدر يترك أفضل الانطباعات عنك، وبالتالي هذا نهار ما لازم تهمله، ما لازم تستخف فيه، شو ما كان العمل والواجب اللي عندك إيه نهار فيك تتكل عليه. تبقى المواليد الأنشط نسبيا هي مواليد آذار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم هيدي سنة كتير مهمة، هيدي سنة بدها متابعة، هيدي سنة بدك تمشي فيها حسب الأصول، المعاملات كملها، هيدي سنة يمكن نتابع فيها بعض الأمور الاستشفائية والمالية. أفضل الأشهر ديسمبر، نيسان، أبريل، آب، أغسطس. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة، باي باي. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات، بعد لحظات بيكونوا معنا ضيوفنا باستوديو عالم الصباح، خليكن معنا. رح نتابع محطاتنا بعالم صباح ومعنا اليوم ضيوفنا، لانه بدنا نقول انه هادية ما رح تكون معنا اليوم بفقره على الموضه لانها موجوده حاليا بايفنت عم بتغطيه، وهو رح يكون هالايفنت بيبدا اليوم الساعه 10:30 الصبح بالابيسي اشرفيه، وبيتضمن الايفنت ترندز الموضه حول موسم الاعياد، وبيشارك فيه ايضا عدد من المصممين واكيد كل الاشخاص اللي يعنوا بمواضيع الموضه، اليوم من الساعه 10:30 الصباح بالابيسي اشرفيه بالمول، والميك اب ارتست شانيل والهير ستايلست هن من كان.
كان الماركة مش كان فرنسا. بقى أكيد بدنا نقول كل التحيات لهاديو، بنرجع نشوفها إن شاء الله الأسبوع الجاي بعالم الصباح. رح نتابع على موضوعنا بمواضيع هيك بتحسسكم شوي بالدفى. اليوم رح يكون عنا ضيوف بيحكوا عن موضوع كتير أساسي ودايما منركز عليه ومنحاول نسلط الضوء عليه لأنه أوقات مننسي. الموني اللي ممكن الأشخاص يستعملوها ببيوتهم، قديش فعلا المزارع بحاجة لدعم كبير من هالموضوع لحتى يحسوا كمان الأشخاص اللي موجودين بالقرى وبالمناطق البعيدة إنه هني عم يقدروا يكونوا فاعلين وموجودين بمجتمعنا. اليوم ممون بيتك معرض منتجات قروية غذائية وحرفية مع ضيفاتنا رح نحكي عنه بالتفصيل. جورجيت لحود وهي منسقة برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية بلبنان باليو اس ايد، وأيضا رنا السيد نائب مدير عام غرفة التجارة والصناعة والزراعة بصيدا والجنوب. جورجيت ورنا صباح الخير واهلا وسهلا فيكم معنا اليوم باستوديو عالم الصباح. يعني فعلا برنامج اساسي اليوم عم بتركزوا عليه. موضوع المونه كثير مهم ولازم كل ست بيت تفكر فيه، مش بس اللي عايشه بالقرى والبلدات البعيده انما ايضا حتى بالمناطق وبالمدن الساحليه اذا فينا نقول. اليوم بالتحديد هالمعرض اللي عم تشتغلوا عليه كيف رح يكون ومين رح يضم اكثر شيء كمان من عارضين بخلال هالمعرض؟ نعم، هو المعرض عم بتنظمه غرفه التجاره والصناعه والزراعه بصيدا، وهي من خلال برامج تعاونها مع برامج تنمويه بيدعموا تعاونيات زراعيه وصناعات غذائيه وخصوصي اللي بتتضمن يعني تعاونيات نسائيه اللي هي بتعمل منتوجات بلديه ناتورال يعني طبيعيه 100%. فحتى نشجعهم نحن ونشجع نزيد لهم مدخولهم نعلي لهم المبيعات لهم. هن موجودين ببيوتهم حتى يحسوا حالهم منتجين. اكيد اكيد، وكمان نشجع المناطق الريفيه تيضلهم بضياعهم، فنخلق لهم فرص تسويقيه مثل يعني اشتراكهم بمعارض اللي هي عم بتنظمها غرفه التجاره بصيدا. رح يكون في تعاونيات نسائيه بتعمل المونه وكمان في حرفيين. مبدئيا اكيد ونحن مشاركين كبرنامج تنميه، نعم مشاركين نحن معهم بالغرفه. في عندنا ستاند رح يكون نضوي على شقين من خلاله اللي هو زراعه الافوكا تنضوي على الفوائد الغذائيه للافوكا، وكمان رح يكون في فريكه تعاونيات هي بتنتج الفريكه. وهون كمان عم تحكي كنت كنا عم نحكي قبل الهواء انه للاستهلاك الغذائي وايضا للاستهلاك الجمالي اذا فينا نقول للسيدات ويحطوا ماسكات على الوجوه. نعم اكيد، واكيد في عندنا ضمن على ستاندنا بالمعرض رح يكون في اجنده اذا بتحبي هلا بعد شوي بنحكي عنها. صحيح صحيح، انا هون بدي احكي عن يعني وجود البرنامج او قطاع غرفه الصناعه والتجاره بصيدا والجنوب ايضا اللي عم تدعم كثير هالموضوع واللي عم تكون موجوده بوضوح بخلال هيك معرض. قديش فعلا عم تجربوا تركزوا على هالمنتوجات الزراعيه اللي موجودين خاصه بمناطق الجنوب وصيدا لحتى تكون موجوده بشكل واضح قدام كل الناس اللي رح يروحوا على المعرض؟ البرامج كثير عم بتركز بنشاطاتها على قطاع الجمعيات والتعاونيات الزراعيه خاصه بالمناطق النائيه مثل ما تفضلتي وقلتي، لانه مثل ما قلتي وخاصه هالجمعيات هي بتضم عدد كبير من النساء اللي يعني بتشتغل مشان تزيد دخلها لاعاله اسرها وتحسين ظروفها المعيشيه. فمن هون كان هالتركيز بهالمعرض بالذات لفمونة بيتك، لانه اكثر المنتوجات هي منتوجات مأكولات لبنانية تراثية صحيح يلي هي بتحافظ على القيمة الغذائية تاعتها وعلى الوصفات التقليدية مع نشاطات تانية تشاركت فيها هالجمعيات والتعاونيات لتطوير منتجها وادخال التحديث لها مع محافظة مثل ما قلت مرة تانية على الجودة التقليد وال صحيح صحيح الصبغة أو النموذج التراثي. يعني هون كان مثل ما عم تذكري لأنه عم بيكون في التركيز على موضوع الجودة، يعني قديش عم تقدروا تكونوا موجودين لحتى تتابعوا عمل السيدات؟ لأنه المونة بنعرفها هي يعني شغلة فعلا بيتية، من واحد لما بتشتغل أو الستات البيوت لما بيشتغلوا على المونة بيكونوا قاعدين ببيوتهم عم يشتغلوا عليها، عم بيحضروها من موسم لموسم، قديش عم بيكون في إشراف من قبل غرفة التجارة والصناعة؟ من خلال انضمامهم للجمعيات والتعاونيات عم بتكون البرامج تنظم لهم ورش عمل، سواء لسلامة الغذاء أو جودة ومحافظة على جودة الإنتاج، بالإضافة لأنه مشاريع في كثير تقدموا بمشاريع وقدروا
من خلال الغرفة تساعدهم للحصول على التمويل مشان حصول على ماكينات أو آلات حديثة لتطوير المنتج. مثل ما تفضلت وقالت جورجات، برنامج اليو اس ايد اللي هو تطوير القطاعات الانتاجية مش بس هو البرنامج الوحيد، لأنه هالمعرض عم يقام بالتعاون مع اتحاد الغرف اللبنانية أكيد وبرعاية وزارة الاقتصاد والتجارة، ولكن كمان بدعم من برامج تانية مثل وزارة الشؤون الاجتماعية مع البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسفارة النرويجية، الدعم منهم بتطبيق البرامج. فمن هون يعني أنه باب الغرفة مفتوح للجميع مشان لكل البرامج اللي بتساعد هالقطاعات وأكيد كل القطاعات الإنتاجية. واستقبت أنه هالمعرض هو لتصريف منتجات هالجمعيات والتعاونيات ومساعدتها على زيادة دخلها وتثبيت أهل الكرة بأرضهم. وبما انه النساء هو العنصر الاساسي صحيح. شو بدنا نعمل هالمره؟ كانت المبادره نسائيه، ولكن اكيد المعارض هي لتصريف منتجات القطاعات الانتاجيه كافه. هون بدنا نحكي عن موضوع كمان عن مشاركه عدد كبير من الاشخاص، يعني مثل ما ذكرتي يو اس ايد عندهم ستاند موجود بخلال هالمعرض، انما مين هن ابرز كمان العارضين وقديش عددهم تقريبا وقديش بيمتد كمان المعرض بصيدا؟ هو مبدئيا رح يكون في شي 75 ستاند موجود. رح يمتد المعرض تقريبا اليوم الافتتاح على الساعه 1، بندعي الجميع يشاركنا. اكيد. وين رح يكون بالضبط؟ بقلب غرفه التجاره، بقاعة المعارض. نعم، ورح يكون ب 16 17 18 هذا الشهر من الوحدة لـ8، وبندعي كل يعني حتى اهل بيروت اللي هن من الجنوب، هن ورايحين على الجنوب دائما كل ويك اند، بعرف اهل الجنوب بيروحوا على الجنوب، فبندعيهم كلهم كمان يجوا يزوروا المعرض ويتعرفوا على هالمنتوجات الجنوبية البلدية ويشجعوا هالتعاونيات اكيد. وهون كمان لما بنحكي عن موضوع معارض كبيره، يعني مثل ما ذكرتي ستاندات كثار، 75 عارض يعني وعارضه او عارضه عم نقول ببعضهم الاحوال، او بعدد كبير منهم هن تعاونيات نسائيه، انما هون لما بنحكي عن هالمشاركه الكبيره قديش هالتعاون اللي بيجمع هالاشخاص بالمعرض بيفتح لهم كمان باب انه يضلهم متابعين بهالتعاون على مدار السنه. هلا اكيد المعارض اللي بتصير هي بفتح لهم ابواب كثير، انه اول شيء عم بيكونوا مع المستهلك اللبناني، عم بيتعرف على منتجهم، عم بيخلقوا فرص جديده، يعني من مثل روابط بينهم وبين ممكن شركات او المستهلك اللبناني، رح يتعرف على منتجهم، رح يصير في كونتاكت معهم مباشره، فهذا عم بيخلق لهم فرص جديدة لتسويق منتجاتهم. أكيد كمان يعني بيخلق التعارف بين بعضهم بالمعرض، تعارف على برامج تنموية كمان ممكن بعدين تدعمهم، يعني كتير بيفتح لهم فرص المعرض لدعمهم أفاق. يعني لأفاق جديدة أكيد. وهذا الشيء مثل ما ذكرتي هيعرفهم على كل المزارعين بكل مناطق الجنوب وصيدا. أكيد. هون لما بنحكي عن موضوع المزارعين، يعني من فترة قصيرة كنا عم نحكي كثير على تصريف الانتاج اللي عم بيكون موجود بلبنان لحتى ما يتم هدره، مثل التفاح اللي انذكر من فترة، وكانوا كثير ناس عم يجربوا فعلا يسوقوا لموضوع التفاح. هلا الأفوكا عم ينحكى كمان مثل ما ذكرتي جورجيت، انما على مدار السنة قديش عم بيصير في دعم من وزارة من غرفة الصناعة والتجارة لحتى تدعموا فعلا هالمزارع يقدر يصرف كل منتوجه بظل الصعوبات؟ يعني بنعرف قديش الشتوية تأخرت، بيصير في أوقات التغيرات المناخية كمان أوقات ما بتكون لصالحه للمزارع. أكيد من خلال البرامج الإرشادية أكيد اللي عم تجرب أنه الغرفة تقدر تدعمها ومشان تنويع الإنتاج، لأنه أكيد الكثير بيؤدي لأنه بكون في كميات كبيرة من الإنتاج. صحيح. وغير اكيد الامور الامنيه والسياسيه اللي هي خارجه عن نطاقنا نحن، ولكن من خلال نطاق الغرفه، ولكن من خلال الدعم بنجرب باي برامج باي قدرات يعني محدوده انه نقدر نحسن ونوعي، فهيدا يعني واجبنا. ونقدر وفي نشاطات على مدار السنه بضروري، يعني بس المعارض هي جزء صغير من هذه النشاطات لدعم المزارعين، ولكن في لقاءات دائما توعيه، في ورش عمل تقام،
في كمان مساهمات ومشاركات بكثير مؤتمرات، حديثا كان في يوم الوطني لزيت الزيتون، كانت كمان الغرفه مشاركه لدعم مزارع الزيتون، لانه كمان الزيتون تعرض لكساد زيت الزيتون والزيتون. مثل ما تفضلتي وقلتي، فالتوعيه مفروض دائما تكون متواجده والدعم دائما قائم، لانه الكوارث الطبيعيه والاحوال والظروف كلها بتؤدي ل ولازم اكيد دائما يكون عم بفكر المزارع قديش في امور يعني بحاجه للسوق اللبناني. نعم. يعني ما يتم في كثير زرع لمنتجات معينه مثلا بمناطق كثيره، لانه بصير في كساد. دائما مثل ما ذكرنا بهيك موضوع بيتعرفوا على بعضهم 75 شخص رح يكونوا مشاركين. نعم. بيعرفوا قديش في عرض وطلب يعني على الامور، بصيروا بيركزوا اكثر على هالزراعات مش على زراعات ثانيه ممكن تصير انه تتشكل لهم كساد. نعم. كمان عندهم باماكن الزراعه. بدنا نتشكر كثير وجودكم. بس انا بحب ضوي بس على النشاطات اللي رح تصير ضمن الستاند اللي موجود بقلب المعرض. نحن رح يكون في مشاركه مع نقابه الاخصائيه التغذيه وتنظيم الوجبات بلبنان، رح يكون ممثله بالسيده لينا رمال، هي رح تضوي على فوائد الافوكا الغذائيه، وكمان رح يكون في عنا مشاركه مع جمعيه المؤسسات وخاصه اكاديميه التجميل. رح يصير في تحضير لماسكات وديمو ديمونستريشن لايف كمان رح يكون بالمعرض، وب 17 هذا اليوم رح يكون البرنامج، ب 17 وب 18 رح يكون معنا شيف رح يتحضر اطباق من الافوكا وكمان من الفريكه، كمان للناس يجوا يتذوقوا هالاطباق ونعرفهم على الفوائد الصحيه ان كان للافوكا او للفريكه، وكمان لحتى نشجعهم حتى على نوعيهم ونشجعهم على الاصناف الموجوده واي اصناف ممكن نستعملها بالاطباق. واكيد اذا حدا من المزارعين كمان بيزور ستاندنا نحن بنساعده على نعرفه على هالقطاع وكيف ممكن يستثمر بهالقطاع. يعني يتعلم تحضيرهم كمان يعني لحتى خلص يقدر هو من بعدها يحضرهم ببيته. نحن بدنا نذكر باوقات المعرض، هو اليوم وبكره وبعد بكره بخلال الويك من 1 ل 8 المساء بقاعة. نعم. المعارض بغرفة الصناعة والزراعة بمدينة. نعم. صيدا عنا يعني عاملينه أكيد. شكرا لك جورجيت ورانا، أهلا وسهلا فيكم اليوم معنا بعالم صباح لحظات، ورح يكون معنا الشيف تبعنا باستوديو أكيد لحتى يحضرنا أطباق الطيبة مثل العادة وأيضا محطات عديدة. خليكم معنا. رح ننتقل مباشرة لعند الشيف عبد الله ونكون مع أول محطة من ورشة ملح. صباح الخير، يعني منيح إنه نهارنا قصير ما في بالسينما، ما بعرف إذا بتطلع لي شي وحدة هلا بالسينما، ما بعرف يعني. تخيلوا اليوم رضياني علينا. طيب، شو حنعمل نحن اليوم؟ أول شي حتلاقوا حطيت من زيت الزيتون، حأجي أضيف عليه من الثوم المفروم ناعم. باقي الثوم بدي ارجع استعمله بعدين، حاجي اضيف من البصل كمان المفروم ناعم، حاترك هذا المزيج على النار ينطهى او ينطبخ، برجع بضيف له البندوره المعصوره والمقطعه، وعندي من رب البندوره كمان ملعقه مع شويه ملح وشويه اوريجانو. اكيد صرتوا تعرفوا عم نعمل صوص البيتزا. طيب عملنا صوص البيتزا، شو بدنا نعمل او كيف بدنا نقدم هذه البيتزا؟ قبل ما نقدم ونشرح عن البيتزا، حتلاقوا عندي من فول الصويا او الادامامي المفقع. بجي باخذ من المي المغليه وبضيفها او بغمر اذا بدكم الفول الصويا اللي عندي، وبتركه فتره 5 دقائق. اكيد الوصفات عم يرموا على الشاشه، ومثل ما بنقول دائما ما بيلحق يحضر الوصفه فيشوفها على يوتيوب او على صفحه الشيف عبد الله خضر، شيف عبد الله خضر. الادامامي اللي عندي بس يطرى شوي برجع بصفيه، وبدنا نعمل انا وانتو بختام عالمنا الصباحي حمص بطحينه على نكهه الادامامي. هيك بنكون صرنا مرقين كذا نوع حمص بطحينه، مرقنا على جزر، على شمندر، على كاري، ذكروني بعد ما بعرف، مرقنا كذا نوع جوز الهند،
فهاليوم حنعمل على الادامامي. اما الباذنجان اللي عندي حتلاقوا الباذنجان عم قصه شرائح، وبجي باخذ هالباذنجان بقلب صينيه وما بضيف له اي نوع من البهارات، بس بضيف شوي من زيت الزيتون، وبجي على الجريل او بالمقليه بضعهم لينشوا عندي. بدهم وقت، بيطلعوا طيبين، بيطلعوا بطريقه هيلثي اكثر اذا بدكم. حورجيكم انا استبقت الوقت لانه اليوم نهارنا قصير. شويت عندي هالباذنجان هتشوفون قدامكم على الكاميرا بهالطريقه. هذا الباذنجان اللي عندي بحضر له صوص البيتزا اللي هي مثل ما قلت البصل والبندوره والثوم. حطينا الثوم مع البصل، بجي بضيف البندوره المقطعه. بعد ما ضيف البندوره المقطعه باخذ ملعقه من الرب، وباخذ من الاوريجانو، فيكم تستعملوا من الحبق اذا بدكم، وباخذ رشه من الملح. هذه صلصه البيتزا اللي عندي، حاتركها تجمد تعقد عندي، اوكي، لارجع اوضعها على شرائح الباذنجان. وبعد ما اوضعها على شرائح الباذنجان بنضيف عليها. وين موضعة؟ بالسينما؟ ليه جيت عم تنتقم؟ شفتوا؟ هيك صار؟ هيك جيت لعندك شخصيا لحتى بدي اعملها لايف، بس رح نحطها بالسينما. هلا في بالسينما؟ خلطه بس اذا بدك بعد. اوكي خلصت؟ خلصت؟ اوكي. من عندك بدي اطلع بالسينما. تفضلي. حتى اجيب لك السكري. تفضلي. مش عاجبك قدمها من هونيك، جاي لعندك شخصيا. والله ما مخلص، مو مخلص. يلا. رح نكفي نرجع معك بعدين شيف. اوكي. معلش بالاذن منك رح نحط بالسينما. اول وحدة هيدي. The world is coming undone. ضمن افلام الاسبوع فيلم الساينس فيكشن روج وان ستار وورز ستوري بنسخة 3D. ترجع سلسلة ستار وورز مع ثورة اللي بتعمل خطبة مخاطرة لسرقة البلانز لنجمة الموت، مع فيليسيتي جونز، مادز مايكلسون، جيمس ايرل جونز وفورست ويتكر. This is our chance to make a real difference. والفيلم الكوميدي اللبناني والعاني، وفي تحية للدفاع المدني ودور المرأة بالمجتمع اللي عايشة فيه، مع ماجي بوغصن، كارلوس عزار ووسام صباغ، والإخراج لإلي أف حبيب. شريف بيتميز برشاقته وسرعة الحركة والقوة. نحن جايين نتطوع بالدفاع المدني. We're here to connect. والفيلم الدرامي Collateral Beauty عن رجل بيبتعد عن حياته اليومية من بعد مأساة تتعرض لها، وبيبدأ تساؤلاته عن الحب، الوقت والموت، مع ويل سميث، كيرا نايتلي، كيت وينسلت وادوارد نورتن. You've been given a gift. This profound connection to everything. I promise you it's there. بعد ما فاق الشيف عبد الله من الصدمة. هقوله بعد. رح نتابع محطاتنا مع اجواء الميلاد وقرية حمال اللي بتتعلق اكيد بمواضيع الميلاد اليوم مع ضيوفنا تقلى فغالي، وهي من منظمي هالمهرجان اذا فينا نقول هو الاحتفاليه اللي رح تصير بحمال، وايضا ماهر فغالي. تقلى ماهر صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا فيكم معنا اليوم باستوديو عالم الصباح. يعني دائما بنكون فرحانين باجواء الميلاد لانه فعلا بتكون موجوده بكل منطقه لبنانيه اللي بحاجه تعيش باجواء الميلاد. خلينا بالاول نبدا معك تقلى ونعرف وين حمال بالتحديد للناس اللي ما بيعرفوا فعلا وين موجوده قريه حمال. اول شيء صباح الخير. صباح النور. بنحب نعرف عن قريه حمال يلي هي اول شيء قضاء علي. هي ملتقى لمنطقه بددون، حمال وبليبل، بتوجه لها من منطقه بعبده بعدين باتشاي وادي شحرور وصولا لقريتنا يلي هي فاتحه احضانها لتستقبل الجميع بهالفتره هيدي، بهالفتره الميلاديه المهمه. وهالمعرض اللي رح يبدا بحمال شو رح يكون؟ شو رح يتضمن؟ نحن عندنا قرية بيت لحم يلي سبق وافتتحناها نهار الثلاثة ب 13 كانون الأول، ودعينا كمان فئة كبيرة من الناس. قرية بيت لحم هي كناية عن فكرة عرضها الفنان روجيه سمعان على رئيس البلدية يوسف ضو، أكيد لقت إحسان كبير، ودعا رئيس البلدية، دعا كل المنطقة يعني من شباب، من سيدات، من مجلس
المدرسة الرعوي من الأخويات، يعني صرنا كلنا خلية نحل وحدة عم نجتمع، وبالفعل طوعنا كلنا لخدمة هالفكرة هيدي يلي جسدناها. هي فكرة بتقلنا بتخبرنا عن قرية بيت لحم، بتردنا 200 سنة لوراء لولادة المسيح، وهي عبارة عن مراحل عدة جسدناها بمكان تراثي بمنطقة حميل. بتحبي أخبرك عن كل المراحل يلي جسدناها فعلا، يعني نقلنا من فكرة وحولنا منطقتنا لخلية نحل، وبين ليلة وضحاها صارت الفكرة صارت واقع على الأرض وصارت حقيقة. هون رح يخبرنا ماهر أكثر عن التفاصيل، يعني ابتدى المعرض مثل ما ذكرت نهار الثلاثة الماضي، لأنت رح يكفي وكيف رح يكون مقسم أو كيف رح تكون مقسمة هالقرية، قرية بيت لحم اللي موجودة بحميل؟ المعرض أو القرية قرية بيت لحم حميل يلي هي أكثر من معرض، هي قرية تراثية ابتدت من الثلاثة مكملة معنا ل جانيوري 8 ومن بعدها منوقفها. بس ضمن كل هيدي المرحلة رح يكون عنا كتير نشاطات، ورح يكون هي عبارة عن مراحل يلي منبلش من نبوءة ميخا، ميخا يلي تنبأ بميلاد المسيح، لبشارة زكريا، لبشارة العذراء، ومن ثم زيارة اليصابات، العذراء لاليصابات، مولد يوحنا، البيان ليوسف، والميلاد. هون عم نشوف الخريطة اللي موجودة على بطاقة الدعوة، أو إذا فينا نقول على البطاقة اللي خصصتوها لقرية بيت لحم بحميل. هون لما بنقول في هال إذا فينا نقول هالمشوار اللي رح يتم من خلال يعني ثلاثة لغاية ثمانية اللي هي من بعد كمان رأس السنة، الاحتفالات كيف رح تمتد وكيف رح يتقسموا الأشخاص اللي رح يكونوا موجودين كمان بخلال هالفترة؟ احتفالات كتير، يعني عنا لوفانت كات ليلة عيد الميلاد رح بكون في توزيع هدايا مجاني لكل العالم لكل الأولاد بالمنطقة، كما أنه في عنا الاحتفالات الروحية يلي هي تسعوية الميلاد، عنا الأداديس نهار الأحد، كما أنه يعني الفكرة أنه واحد يجي على هالقرية يجي يصلي أكثر، يعيش الروح أكثر، لأنه الروح عم لأنه الميلاد عم يتحول أكثر للزينة، عم يتحول للقصص صحيح عم بيروح اوقات أكثر للامور اللي فعلا بتكون بس هيك المظاهر ومش عم بتكون القصص الاساسيه مثل موضوع الميلاد وقيمه الميلاد خاصه بخلال هالفتره. تقلى يعني هالمعرض عم بيلعب او هالقريه عم بتكون عم تلعب دورين اذا فينا نقول بخلال هالفتره، يعني عم بتعرف الناس على منطقه حميل، وايضا عم بتعرفهم اكثر او عم بتفوت معهم اكثر بمعاني الميلاد، فعلا عم تعيشهم الامور التراثيه، ومثل ما ذكر ماهر عم ترجع تذكرهم باصل الميلاد، يعني مش بس انه واحد هيك يفكر انه بس عم يحتفل عم يحط شجره، انما فعلا لازم يرجع يتذكر الامور كلها اللي بتعلمنا معاني الميلاد. فعلا فعلا الهدف الاساسي اللي نحن اشتغلنا كرماله انه نرجع روحانيه عيد الميلاد، لانه بالاونه الاخيره العالم التهوا بالمظاهر، التهوا انه بده يزينوا شجره، نحن كان الهدف الاساسي انه نعيش روحانيه العيد، لهيك جسدنا كل المراحل يلي ذكرها ماهر. بس بحب شير انه بكل مرحله في تاثيرات صوتيه وضوئيه اكيد بترجعنا لزمن الميلاد، عم بترجعنا 200 سنه لورا. وبحب ذكر كمان انه كل التماثيل الموجوده 2000 سنه لورا، نعم بترجعنا 2000 سنه لورا، عم نرجع للقرن الثامن عشر يعني لهيدي الحقبه. وبحب شير لشغله كثير مهمه، انه المكان يلي جسدنا فيها قريه بيت لحم هيدا مكان بيرجع للقرن الثامن عشر، كان هو بالقديم كان كرخانه لبيع الحرير، هو كان اسواق ببيعوا فيها حرير، كمان كانت محكمه قبل، كانت اسواق قديمه، ويلي يعني الجدير بالذكر انه العالم كثير تفاجئوا لما لانه نحن عايشين بهالمنطقه، ولما كانت الافتتاحيه نهار الثلاثة شفنا انه يعني مش هيدي المنطقه اللي نحن بنعرفها، يلي عن جد. وهون بدي نوه بدي اذكر انه الفنان روجيه سمعان يلي هو عن جد بمساعده كل الشبيبه بمساعده السيدات قدروا يحولوا هالمكان هيدا لحتى جسدنا فيه كل هالمراحل كلها، وبروحانيه اكيد وبروحانيه العيد يلي نحن هيدا الهدف اللي عم نهدف كرماله. وهون يعني مشاركين كثار مثل ما ذكرتي، لانه هالخليه
هيك النحل بدها عمل جبار وبدها اشخاص كثير يكونوا موجودين على الارض، يعني الفكره بتطلع انه ما في اشخاص عم بيلاحقوا هالموضوع لانه في شغل كبير انحط على الارض من خلال افتتاحه لنهار الثلاثه، وفي امتداد طويل يعني بعد راس السنه ان شاء الله لهالمعرض او لهالقريه. نعم بحب اذكر شغله كثير مهمه، انه كل فرد من افراد حمال كلهم تطوعوا لخدمه هالمشروع، من سيدات، من سيدات عاملات، من ربات منزل، من مجلس رعوي، من شبيبه، من كورال، يعني كلنا، من اكيد رئيس البلديه، اعضاء المجلس البلدي، كلنا كنا كخليه نحل وحده عم نتضافر عم نتعاون مع بعضنا لحتى قدرنا انتجنا هالعمل المهم. وفي شغله كمان كنت ذكرتها قبل، عم بقول انه كل التماثيل اللي عم تمرق هلا عم نشوفها، كل الملابس، كل التراتيل وكل الحوار، هو تعاوننا جميعا لانتاجه، تعاوننا جميعا لحتى انتجنا هالشيء العمل الرائع جدا. وكمان بدي اذكر شغله مهمه، نحن هلا موجودين هون بس زميلاتنا السيدات قاعدين بالمواقع عم بيستقبلوا مدارس من كل المنطقة، عم بتجينا وفود كتير كبيرة، وبحب عبر هون عبر هالمنبر وجه دعوة لكل المدارس، أهلا وسهلا فيكم، الحضور رح يكون مجاني. عن جد فعلا أول شيء عم نسلط الضوء على هالمنطقة المهمة يلي فعلا تاريخيا يعني عندها تاريخ مهم، وهيدي من ناحية، ومثل ما قلنا قبل كمان عم نعيش روحانية هالعيد هيدا عبر استقبالنا لكل المدارس، لكل الأشخاص عم بيعملوا جماعات وعم بيقصدونا كمان. قبل الظهر عم بيكون في تواجد، وبعد الظهر دائما من الساعة 5 للساعة 9 عشية، واكيد شكر خاص لكل السيدات اللي عم بيتعاونوا لانجاح الحدث المهم. ماهر، هون لما عم نذكر موضوع قرية حمال، قديش الناس فعلا عم بيقدروا يتعرفوا على هالقرية من المناطق المجاورة حتى، او حتى من المناطق الساحلية، او حتى في ناس يمكن من حمال انما عايشين خارج حمال، قديش عم تقدروا تجمعوا كل هالاعداد الكبيره حتى يتعرفوا على هالمنطقه؟ يعني من خلال هيدي القريه، هي هدفنا كان الاساس انه نعرف العالم على حمال، يعني نحن بنشتغل ببيروت، بتعرفي بيسالونا العالم انت من وين؟ بقول لهم من حمال. وين حمال؟ ايه؟ بدي اسمي لهم كيف بنمشي، بترجي، بعبده، بطشاي، وادي شحرور، حمال، او من علي اللي هي حمال، هي اللي بتفصل علي عن قضاء علي عن قضاء بعبده. هيدي هي حمال يلي حبينا نعرف العالم عليها أكثر وأكثر. مين ما كان من أي مناطق عم تجي تتشوف هيدي القرية بيت لحم بحمال، عم تتفاجأ، عم تتفاجأ بالأسواق يلي عم بتشوفها، عم تتفاجأ بالمناظر، بالتأثيرات الصوتية، بالتأثيرات السمعية والرؤية حتى والإضاءة يلي هي انعملت وانشغلت بطريقة مميزة ضمن هالقرية. من اي ساعه لاي ساعه رح تكون مفتوحه القريه؟ القريه مفتوحه كل يوم من الصبح، بتستقبل المدارس، القريه مجانيه اكيد. قريه بيت لحم بتستقبل المدارس الصبح على الموعد، بيتصلوا بالبلديه على رقم البلديه، و من بعد الظهر من الساعه 4 للساعه 9 مساء. طب هون هلا هالفتره عم بتعرفوا هالقريه للناس بخلال عيد الميلاد، تطلب وقت كثير للتحضير أكيد. نعم. ومثل ما ذكرتي كل الناس اشتغلوا مع بعضهم، قديش هيك نشاط رح يشجعكم كمان ترجعوا تقوموا بانشطه ثانيه بقريه حميل لحتى يضل فيها الحياه على مدار السنه؟ يعني بصراحه نحن موجودين ببلد بمنطقه دائما بنتعاون مع بعضنا، واكيد هذا النجاح يلي حققناه بيكون حافز لنا لنجاحات اخرى، ولا اكيد افكار جديده، بوجود اشخاص هالقد عندهم رؤيه مستقبلي وهالقد بحبوا منطقتهم، بحبوا وطنهم، اكيد رح تتوقعوا منا بالسنه الجديده فكره جديده، وان الله راد رح نترجمها كمان بطريقه رائعه جدا، يعني من نجاح لنجاح ثاني اذا الله راد ان شاء الله. هو في فكره جديده بس ما رح نعلنها حاليا، رح تكون كمان عالميه ان الله راد، بتعاون رئيس البلديه والبلديه، ان شاء الله بنرجع نحكي عنها. بس كنت عم تقلي في اطلاق كمان لموضوع جديد تربوي نوعا ما، بدي اذكره بس هيك شوي بشكل سريع اذا بنحكي فيه، لا ب 18 كانون الثاني ان شاء الله المقبل، ب 18 كانون الثاني، لا هو احتفال للغه العربيه ليوم اللغه العربيه، اكيد نحن ما له علاقه بهيدا أكيد. بس هو كمان انا بدي استغل وجودك معي اليوم أكيد لحتى أكيد نحكي فيه. نحن يعني انا مدرسه بمدرسه ملكارت وكمان منسقه للغه العربيه مع زميله لالي السيده حريصه، نحن احيينا هالحدث بمدرسه ملكارت، يعني انا اليوم معكم هلا بس الاعمال الالعاب التثقيفيه والمباريات بالالقاء وبالاملاء كمان هلا عم بيمشوا على هن بصدد بهالمدرسه
المدرسه اللي انا بعلم فيها. وب 18 رح يكون ب 18 هو كمان هو عيد يوم اللغه العربيه. هو ب 18 كانون الاول. نعم لازم نركز عليها كثير. اكيد اكيد. بالنهايه هي لغه وطننا، هي اللغه الرسميه، ونحن الانسان يلي ما عنده هويه يعني ما عنده وطن، وهيدي اللغه هي بتمثلنا بالنهايه، ولازم يتم التركيز عليها خاصه عنده حتى من البدايه، من بدايه يعني العمر الصغير عند الاولاد يعني. أكيد. نركز نحكيهم باللغه العربيه. انا بدي اتشكري كمان لانه يمكن استغليتي وجودنا هون لحتى تحكي، لانه بدي اطلق صرخه لانه ما عنده يعني اللغه العربيه هي هالقد مهمه، لانه بتمثل كل واحد منا. وبرجع بقول لك يلي الانسان يلي ما عنده هويه ما عنده انتماء اكيد ما عنده وطن. لهالسبب دائما بنركز انه لازم يحكوا كل الاهالي مع اولادهم باللغه طبعا. العربيه، لانه اللغه العربيه قديش حلوه وجميله، انما فعلا صعبه، وهذا الشيء بصير بخفف من صعوبتها بالمدارس اذا كانوا بلشوا يحكوها مع اهلهم بالبيت. بعدين الطرق الحديثه يلي عم نعتمدها السنه، يلي عم نعتمدها مش بس بمدرسه ميلكارت، اكيد بكل مدارس لبنان، عم نعمل كل جهدنا لنحبب الطالب بهاللغه هيدي، يلي عن جد هي لغه جميله يعني، وجمالها انه عم بتعبر عن كل حدا منا، والانسان ما بيقدر يعني ما عنده ماضي ما عنده حاضر، واكيد ما رح يقدر يستشرف المستقبل الا من خلال هاللغه هيدي. اكيد نحن بنشكر كثير وجودك معنا، اهلا وسهلا فيك. شكرا لك. لا واكيد كمان ماهر اهلا وسهلا فيك، يعطيكم الف عافيه على هالنشاط، وان شاء الله بيكون عندكم انشطه مستمره دائما بقريه حميل، وهذا الشيء فعلا عم بيفرحنا، اجواء الميلاد عم بتكون موجوده هناك بامتياز، وايضا رح تمتد لغايه 8 كانون الثاني 2017. اهلا وسهلا فيكم، ينعاد عليكم ان شاء الله. ميرسي وعليكم، ثانك يو لتلفزيون المستقبل. نعم. يلي استضافنا اليوم كمان. وبدي انا كمان اهلا وسهلا فيكم. بدي وجه شكر كمان، بدي وجه شكر لرئيس البلديه يوسف بدراندو، للمجلس البلدي، للمجلس الرعاوي، لشبيبه، للاخويه، للجوقه الكورال. نعم، ولكمان شكر خاص للفنان الموهوب روجيه سمعان، يلي عن جد هو يلي طرح الفكره ويلي كلنا سعينا لحتى ننفذها، وانا كمان بدي اتشكرك مره ثانيه، وان شاء الله كمان دائما مستقبل تلفزيون المستقبل من نجاح لنجاح كمان، وشكرا لكم. تسلمي، اهلا وسهلا فيك. اكيد شكرا لكم، رح نتابع بعد لحظات محطاتنا، خليكم معنا. ما بقى يمروا حتى صلاة السينما حتى الشيف عبد الله خلص قطع. رح ننتقل لعنده ونكون مباشرة مع محطة ورشة ملح. صباح الخير عن جديد، وصلنا لختام عالم الصباح وفقرة رشة ملح. شو صرنا عاملين لهلا؟ أول شيء خليني أشيل صلصة البيتزا اللي عملناها، مثل ما قلت لكم عملتها بطريقة كتير سريعة، قلينا من الثوم ومن البصل، ورجعنا ضفنا عليهم من البندوره المقطعه المعلبه، فينا نشتريها مع رب البندوره، ورب البندوره بعد ما حطيناها دوبنا ملعقتين من النشا مع شوي من المي لتشد عنا مع الاوريجانو والملح. هيدي هي صلصه البندوره اللي عملناها للبيتزا. نجي ننتقل على السريع، اكيد الوصفه قدامكم على الشاشه، مثل ما دائما بنقول اللي ما بيلحق يحضر الوصفه في يشوفها على يوتيوب او على صفحه الشيف عبد الله خضر على الفيسبوك شيف عبد الله خضر. الباذنجان اللي عندي حتلاقوا الجريل طفيته، حاجي شيل شرائح هالباذنجان. الباذنجان اللي عندي شو عملنا فيه؟ حطينا له من زيت الزيتون، ما رشينا اي ملح، ما رشينا اي بهار، اكتفينا بزيت الزيتون، وجينا عملنا هالشرائح ثلاث حبات باذنجان، شفتوا بطعمه تقريبا ست من افراد العيله، وفينا نقدم معها البيتزا، فينا نقدم معها من السلطه اذا بدكم كمان. هيدي رفيعه كثير حاستغني عنها. بجي بشيل هالجريل بضعه على جنب بهيدي الطريقه، وهيك صارت عندي الصينيه جاهزه. شو بدي اعمل هلا؟ حاجي اخذ من هالبندوره بهالطريقه. رح تلاحظوا تحت الباذنجان حاطط من السيلباد، يعني حاطط من التبي اذا بدكم، او الحصيره اللي مستعملها نحن للخبز او للطبخ. انتم بالبيت فيكم توضعوا من ورق الخبز، او اذا عندكم الصينيه مدهونه بطبقه من التفلون فيكم تستعملوها، تدهنوها بشويه كلينكس مع نقطتين من الزيت كمان، هيك تطلع اطيب واطيب. وما تنزلوا يعني ما تضايقوا اذا نزل من الصوص بقلب الصينيه، اول شيء نحن مكترينا. بدكم فيكم تعملوها
بصواني الازاز او جرط الازاز اللي بيحمل حراره بقلب الفرن. هيدي البيتزا بلا مواد دهنيه كثيره، استعملنا يعني انجأ بهيدي الوصفه كلها مع الصلصه اللي عملناها، ما حطينا 3 معالق من زيت الزيتون، ما فيها مواد دهنيه ثانيه. بهيدي الطريقه بتشبعوا العجين اللي عندكم، او اذا بدكم القاعده اللي عم نستعملها نحن محل العجين اللي هي الباذنجان بتشبعوها صوص واطيب واطيب. وهيك بدها بالفرن تقريبا شي 7 دقائق بتكون جاهزه. الصلصه اللي ضلت عندي حشيلها على جنب، نجي بنمسح طاولتنا. شوف هذه عاجبك الشغل لهلا؟ عاجبه الشغل. رفعت عاجبك الشغل؟ عاجبه الشغل. صرنا يعني ليكن لملا وصلنا لوين وصلنا انه بدنا ناخذ راي الشباب لانه صاروا خبره، صاروا خبره بالمطبخ. اوكي نجي ناخذ من المشروم بهالطريقه، الفطر المعلب فيكم يكون الفطر الفريش بحال موجود عندكم، وفي يكون الفطر المعلب، وفيكم الفطر هيدا بتطحنوه ناعم او بتفرموه وبتوضعوه مع الصلصه، هيك بتكون الصلصه محتويه على كل انواع الخضريات اللي عم نستعملها بقلب البيتزا. بهيدي الطريقه شفتوا كيف؟ لكن علبه صلصه، 3 حبات باذنجان، علبه فطر معلب، واذا عندنا من الخس مع شوي من الروكا مع صلصه البلسميك بنقدر نعمل طبق صحي، طبق بطعمه مثل ما قلت 3 4 أو حتى 5 أشخاص. نجي ننتقل لهون، هتلاقوا عندي من الفليفله الملونه، هناخد هالفليفله الملونه ونفرمها بهالطريقه، وبيجي بوضعها بقلب الجاط، وبرجع باخد فيكن اذا بدكن من الفليفله الخضراء، فيكن من التونه، شو بدكن تعملوا البيتزا فيكن تعملوا هيدي البيتزا اللي عم نعملها، بس طالما نحن عم نعملها نباتيه يعني فيجيتيريان بهيدي الطريقه. حتى اذا بدكم ما توضعوا من الجبنه كمان فيكم ما توضعوا من الجبنه وتخلوها بيور فيجيتيريان 100%. اللي حنعمله نحن حنجي نخلط بهالطريقه. شفتوا شغلتنا؟ طالما نحن عاملين الميزون بلاس يعني عاملين التحضير، ما بتاخذ معنا الخبريه كلها على بعضها، تحضير 10 دقائق وسكب البيتزا 5 دقائق، وبالفرن اذا بدكم كمان شي 5 ل7 دقائق بتطلع معكم الخبريه ب 25 دقيقه. بتقدروا تعملوا طبق خاصه للفيجيتيريان كمان كثير هيلثي وكثير طيب، وفي يكون هذا الطبق مرافق لباقي الاطباق اللي بدكم تقدموها. هلا طبيعة الحال اخر شيء حنجي نوضع الجبنه. اليوم انا مستعمل جبنه القدام، فيكم تستعملوا جبنه الموتزاريلا، فيكم تستعملوا جبنه التشيدر، اذا عندكم من الجبنه تاعيت البرجر الشرائح كمان فيكم تستعملوها. شوف هادي بهيدي الطريقه، لكن حنفوت على الفرن. صارت صينيتنا جاهزة انها تدخل على الفرن، واكيد بس نظهرها من الفرن بدنا ننطر عليها دقيقتين لترتاح الجبنة شوي تتعرض للهواء، ونرجع منشيلها بالسباتول او بالمشحاف اللي عن اكيد بدنا ناكلها فادي. اكيد اكيد هيدي باقي الجبنة بضلوا عنا بنرجع نستعملهم بباقي الوصفات. هلا اللي حنعمله حنتكل على الله ونفوت هالصينية على الفرن، نقلب الفرن من الجهه الفوقانيه درجه حراره 180، نغسل ايدينا وننتقل لتحضير الطبق الثاني اللي عنا. اول شيء نرجع ننظف طاولتنا شوي على السريع. الطبق الثاني اللي عنا حيكون طبق بارد، بس كمان بده شغل مثل ما قلت، الحمص مع الادامامي، وبنعرف نحن قد ايه الادامامي عم تكون مطلوبه هالفتره بالمطاعم لانه صحيه كمان،
فول الصويا كثير صحي. الفول الصويا اللي عندي خلينا نشيل هدول اذا بدكم نعنع كزبره وبقدونس، هنجمع الكزبره والبقدونس مع بعض بجاط، شيلهم على جنب وبنجي بناخذ النعنع والبقدونس لانه ما بقى بدنا نشتغل فيهم على البراد. اكيد حاطط لهم بالجاط شويه مي ولنجهز وصفتنا اللي هي عندنا الادامامي، عندنا من الحمص، ملح، كمون، الثوم وزيت الزيتون. حكينا عن الحشائش اللي هن ورقتهم هون، كزبره، نعنع وبقدونس بهيدي الطريقه، اكيد على مفرمتهم لانه نحن بدنا نطحنهم على المكنه. وعندنا من الطحينه عصير الحامض، وبحال عزنا شوي من المي او اذا عندكم من الثلج كمان مكعبات الثلج. الحمص اللي عندي حاجي اسكبه بهيدي الصينيه، بس شو بدي اقدم مع الحمص اللي عندي؟ حاجي اقدم، حنقدم معه الكراكرز اللي هن اذا بدكم على شوفان او على حر او على باربيكيو. صار في كثير انواع من البسكوي المالح على نكهات لتقدروا تقدموه مع الحمص، ما ضروري دائما نقدم معهم الخبز العربي. هيدي واحد. اثنين، كمان فينا الصلصه اللي ضلت عنا كمان منفرغها بقلب الجاط. اللي ما بده ياكل مع الكراكرز الحمص في ياكل او يتناول اذا بدكم صلصه البيتزا اللي عملناها جامده نحن هالمره لتطلع بهيدي الطريقه. نجي بناخد باقي الفليفله، كمان نرجع شوي من الجبنه، وهيك صار عندنا نوعين اذا بدكم ندب نقدر نتناولهم بهالكعك اللي جايبينه اليوم. الجبنه الباقيه اللي عندنا حنروح فيها على البراد. اللي حنعمل حننظف الطاوله شوي، حنروح بريك، هيك بيرتاح فادي وبيرتاح رفعت. بتجي لعنا غيدا وبشوفكم بختام عالمنا الصباحي. نزل بالصلاة مؤخرا افلام جديدة. لا ما نزل شيء. شوفوا شوفوا شو عم يعمل. تعال تعال فرجيهم شو عم تعمل. عم بضرب حالي. طيب يلا يلا رح نتقابل. رح نتقابل عند شيخ عبد الله على السريع. حاسرع من السريع. يلا تفضلي هون انت. يلا اللي انا حاعمله هلا بدي لهية لاقدر اشتغل. لهية وانا بقدر اشتغل. لهية اعطيني. طعميلي يلا. وهيك البيتزا صارت جاهزه. بدك شلنا فيها اكيد ما تسطعي الصينيه. اوكي انت بيبقى بدك. انا عم لا انا لا انا عم سبق عليك ما تسطعي الصينيه. بدنا نشيل هالقطع ونوضع بهالصحنين على ريحتك. بس هذا اتركي لي اياه هون للحمص. اوكي اوكي بس اعطيني شو بس هيدا تبعيت هيدي. اوكي يلا الادامامي او فول الصويا القاسوي لنقعته بمي سخنه. حاجي صفي هاي الادامامي اللي عندي. طيبه اكيد هي نوتر ما لها طعم كثير. نحن بدنا نعطيها هذه النكهه. اللي حنعمله ركزوا معي شو حنعمل. ماشي حالك غيدة؟ ايه عظيم. يا نوضع من الثوم، من الحمص المسلوق الحب. فيكم بالبيت تجيبوا الحمص بطحينه العلب اذا بدكم، وبتنكهوه انتم بالادمامي كمان حتى اهين عليكم واهين على السلق. او فيكم تجيبوا العلب المسلوقه بتغسلوها منيح من المي وبترجعوا بتضيفوا لها الادمامي. هلا حضيف الطحينه. صرنا حاطين حمص، ثوم، طحينه.
حاجي اوضع معهم شوي من عصير الحامض ونمرق هذا الخليط على المكنة وبرجع حتلاقوه شد الخليط طبيعة الحال عشان هيك قلت لكم ثلج او مي بجي بضيف حبوب الادمامي اللي عندي عاد شو هلا بضيف؟ بضيف المي اللي قلت لكم عنها ودغري بدعمها بالخضرة اللي هن مثل ما قلت كزبرة نعنع وبقدونس حتلاقوا الخضرة اللي عنا فتحت مجال وعطت مجال للحمص يصير لونه أخضر وأصلا نحن حاطين من الحبوب الأدمامي كمان بيصير أخضر طبيعة الحال نجي نفتح المزيج اللي عنا بناخذ من المرقه وبنوضع مع الادمامي اكيد بيلبق الملح مع الحمص بيلبق الكمون فهون بنوضع من الحمص مع الكمون ومع الادمامي يمامي منيحه الطبق الوطني صايره الادمامي 100% لاحظت شو اخذ سكسي فنحن شو اجينا عملنا اخذنا هالطبق اللي عم ياخذ سكسي او هالبرودوي ودمجناه مع المطبخ اللبناني مع الحمص البطحينه اللي عنا بس شو السبب انه هالقد صاير رائع؟ هي هيلثي وهي طيبه وبتسلي يعني قبل واحد ما يبلش اكل بيطلبها بتسلي كمان وبتعطي طعمه يلا طبق وطني يعني نجي مندوق شوي حامض ونرجع منضيف لها شوي من زيت الزيتون واكيد على الوجه بدنا نوضع من زيت الزيتون هذا الطبق كل ما يتسقع كل ما اطيب يعني بنقدمه عادة بارد بتاني ميلة حتشوفوا شرائح الباذنجان اللي عنا بساعدك ولا ماشي الحال؟ ماشي حالي، ما بدك تلهيني؟ ما تدخل ما تدخل، اللي عم تقولي لي ما تدخل مش بدك تلهيني لا لا لا، عم جيب لك صحن زيادة بحال ها؟ بحال عزتي مش أنت بدك تلهيني؟ هو الفن بده وقت يعني الشغل مزبوط بده وقت مزبوط بده وقت أكيد ححط هيدا هون هيك بدك إذا بدك ترجعي تعبي أوكي أوكي؟ بعد بدي أحط صغيرة هاي الحمص اللي عنا كمان نرجع مندوق بهالطريقة بيحمل شوي من الكمون ورش من الملح بعد لانه ما تنسون لما عم نحط المي المي عم تخلي تتفتت مكونات الملح والكمون اللي عنا لا ديكور خلص خلص ماشي لا لا ديكور كثير قوي بليز لا مش قادرة احنا ما عندنا شك يعني عشان هيك لا ديكور كثير قوي عم اشتغل لك على الديكور انا يعني ليكو شوينا الباذنجان وعملنا الصلصة وحطينا الخضرة وبرشنا الجبنة وحطيناهم بالفرن اخر شيء شو عملت؟ بهالسباتيول حطيتهم بقلب الصينية واخر شيء بتقول لك الديكور كثير قوي، لك كيف عصبت وتغير ال انا بامرك لا مش حيقطع النهار على خير مش حيقطع النهار على خير يلا وهي الحمص اللي عنا باذن الله بنقول صار جاهز انا بس بدي اقول لك شغلة بس تدور سيارتك انت وظاهر ايه اسمعها اذا عم تكتك قبل اما فكر انا ما اظهر اسمعها اذا عم بتكتك قبل ما تدورها لهالدرجه هذا تهديد مباشر على الهواء يعني مباشر على الهواء هذه ما حدا سبقك عليها شو لكان انا بحكي بكل ثقه يا ماشي في رجال وراي ايه وانا في الشباب كلها وراي انتم معي ولا لا مع اف عم بيعوني شو بدك هيك لا هيك بيحكوا يا ويلي هلا شوف بس تحط السفره قدامهم بينسوني دغري يا ويلي يا ويلي كلهم بيصيروا معك هلا بيحكوا هيك انه هني معي خلاني بحبوني ما في شك بس انت بتطعميهم ماشي 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 يا بدنا نجيب ملعقه كبيره بدي اعزبك ايه وعلمتي بعد امرك ولو يا اهلا وسهلا شرفت احنا فينا نزعلك يا شفا لا 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 احنا
دخيلك. نعم أكلاتك ما عم نعرف. هاي الحمص بطحيني عنا بنكهة جديدة صار جاهز كثير قوي هذا. شو حنجي نعمل هلا؟ خلصت بجيب لك بعد صحن؟ بدك خلص بعد فيه شوي، بدك هيك تنشيله خليهم على الصحن، خليك مشيل الصينية. ايه عايزين صحن صغير، صحن صغير. هيدا لا هيدا هيدا صغير ايه. تفضلي. ميرسي اهلا وسهلا شكرا. ما تكتري لنا جلي. ما هيك؟ ما انت مش هيك عم بقول لك ما تعطيني كثير. بس هيدا بهالطريقة. نيجي ناخذ ملعقة صغيرة كمان. يلا عنا دقيقتين بعد. بدقيقتين نعمل طبخة. أكيد. بوجودك. شو هيدا؟ شو ولا لا؟ شفت وقعت. وقعت من عيني هلا قليلة إيه؟ شفت من عينك، كلهم نزلوا ما في ولا وحدة وقعت. هيدي آخر وحدة نزلت. لا ما بيأثر ما بيأثر. ما بيأثر هيدي. هيدي لإلك اللي وقعت. هيدي يعني. الديكور. هيدي الديكور مختلف. وهي. الادامامي هيدا جبني انا بهالطريقه اساسيه بحياتي. نرجع بنحط من زيت الزيتون وهلا بنضيف من النعنع. بس عم نورجيكم هذا الصحن. أوه. كيف مهضوم كثير شكله. بدنا نقدمها نحط معها وينها طبعا هي تبع السخن بايدي من الخبز بهالطريقه على الصحن. وهي شلنا لك الصينيه كمان كمان. شو بدك احسن من الله هيك؟ يستر الله يستر. شلنا لك الصينيه وهيدا الصحن عنا بهالطريقة صار جاهز. البيتزا كذلك الأمر صارت جاهزة. هلا اللي حنعمله حناخذ شوي من الأوريجانو ونيجي نوضع هدول حخليهم على جنب لحتى نسكب على هالطريقة على البيتزا. هيك بكون أنا حطيت آخر تاتش. مش هي مثل زي الديكور. أوكي وهي كمان. وهلا برجع باخذ من النعنع. هيك اللي كان بنهارنا القصير اليوم. كان عنا هالوصفتين الجديد. انا بشوفكم ان شاء الله جمعة الجاي. برجع بقول اعياد مباركة ان شاء الله للجميع، وان شاء الله بتحمل كل خير وكل محبة للبنان ولكل البلاد العربية يا رب. واقل حلقات سينما ما هيك؟ هذا توجه سنة الجاي ان شاء الله. ما هيك هيدي رح تكون القرار الجديد تبع السنة الجاية. هيك وقف اعمل رياضة وخفف اكل ووقف حلقات سينما هدول 100%. شكرا كثير شيف، ينعاد عليك يا رب. وشكرا على الاكلات الطيبة. اهلا وسهلا. نحن مثل العادة متوقف بهالوقت نهار الجمعة لانتقالنا من بعدها لمكة المكرمة لنقل وقائع صلاة الجمعة. صلاة مقبولة من الجميع. نهار حلو ونحن بنرجع بنشوفكم بكرة تمام الساعة 10 بتوقيت بيروت. ان شاء الله بينعاد على الجميع يا رب بايام صحة سلام راحة بال محبوحة وقال عجقة سير يا رب. وأكيد باي باي. Thank you.